What is the function of incisors? لو قلنا الانسيزورز والكناينز cut and tear food، بتقطع وتمزق الأكل. تمام، وعرفنا بعد كده المولارز grind food، بتطحن الأكل into small pieces أو بتخليه زي العجينة كده عشان سهل إيه يسهل عملية البلع أو easy to swallow. طب خدنا ايه العصارة اللي بتتفرز او what is the name of the enzyme that secrete in mouse؟ ايه العصارة اللي بتتفرز في الماوس؟ يا محمد وهبار ايه العصارة اللي بتتفرز في الماوس؟ اسمها ايه؟ اللي بتخلي ها طب قولي يا جاي ها salivary gland. salivary gland دي اسم الغدة لكن العصارة اسمها السلايفا. اسمها السلايفا. النهارده ما مسكت ساينس عشان كنت فاضي امتحانات. طيب انا عايز المرة الجاية نكون احسن من كده. قلنا السلايفري جلاند بتفرز السلايفا، والسلايفا دي بتحول الستارش الى الشوجر. طيب مريم ممكن تقدري تقولي لي تعريف الدايجستنج ايه؟ ها اجيب لك بيت كام؟ ايه تعريف الدايجستنج يا ماري؟ الدايجستنج اند احنا في الملزمه يا محمد في صفحه 4. اوكي احنا عرفنا ان الدايجستنج تشينج فود فروم كومبلكس انتو سامبل، بحول الاكل الى ماده بسيطه زي محمد المره اللي فاتت قال لي لو انا عندي حته بطاطسايه جسمنا بياخد قطعه البطاطسايه دي يقطعها ويطحنها ويحولها لماده بسيطه في الميه، وانا فاكر ان هو قايل لي المثال ده واحنا بنشرح المره اللي فاتت. انتقلنا كمان ان عدد الاسنان في الانسان البالغ كانت 32 وعدد الاسنان في الانسان الشايلد هود او الاطفال بيكون 20 تيس. بتبدا الاسنان دي تتغير من ميلكي تيس الى حاجه اسمها فيرمنتد تيس اللي هي الاسنان اللبنيه، الاسنان ضعيفه بتتغير وتتحول لاسنان اسمها فيرمنتد تيس اللي هي الاسنان المستديمه. عددها 4 انسيزورز و2 كاناينز و10 مولارز، ده في الفك الواحد 16 وفي الفك السفلي 16 سم. هننتقل للجزء الجديد اللي هو مع بعض النهارده اللي هو الفارينكس. خلاص الاكل اتقطع واتمزق وانطحن في البق وتفرز عليه ماده اسمها السلايفا. التانج تيست فود بدا يتذوق الطعام وبدا ميكس فود والسلايفا. نيجي بعد كده للعضو الثاني اللي هو اسمه الفارينكس، وعندنا كلمه فارينكس بنعني بيها البلعوم، يبقى عندنا الجزء الثاني اللي هو بنقول عليه باسم فارينكس. يبقى فارينكس معناها البلعوم، بلعوم جاي من كلمة بلعة. طب تعريف الفارينكس اللي هو الجزء الصغير ده كده الحتة دي، ان احنا مثلا لو جينا فتحنا الكاميرا كده اهي شبهنا الفارينكس بالجزء ده كده اللي هو الحتة اللي قدامنا دي، دي بيطلق عليها باسم الايه الفارينكس. الفارينكس بنقول it is common cavity between respiratory system and digestive system، يعني وانت بتاخد نفسك دلوقتي الهواء بيعدي من هنا. طب وانت كمان بتاكل او بتشرب او بتبلع الاكل او الميه بتعدي من برضه من الفارينكس. يبقى الفارينكس هناخده بعد كده ان هو عضو مشترك ما بين جهازين، جهاز اسمه الريسبيراتوري سيستم وجهاز اسمه الدايجستيف سيستم. يبقى معنى كده ان هو باصص فود هيعدي الاكل، باصص فود تو اوسوفيجاس. يبقى هنا هنقول اول حاجه باصص فود تو اوسوفيجاس او اوسوفيجاس، وكمان الخطوه الثانيه باصص اير تو تراكيا. تراكية معناها القصبة الهوائية. يبقى نقول مرة تانية what is the function of pharynx؟ يبقى الفارينكس مرة تانية it is common cavity
between digestive system and respiratory system. معناها إيه بقى بالعربي؟ معناها ممر مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. طب العضو الثالث، يبقى احنا عرفنا خلاص الماوس نمبر 1، نمبر 2 فارينكس، نمبر 3 اسوفيجاس او يطلق عليه باسم الاسوفيجاس. الاسوفيجاس اللي هو العضو ده كده من اول هنا لغايه هنا اللي هو ماشي قدام القصبة الهوائية. برضو العضو ده موجود فين قدامنا في جسمنا؟ اهو الحتة من اول هنا لغاية تحت خالص، يبقى من اول هنا لغاية الجزء ده كده اهو، ده كده بنطلق عليه باسم الاسوفيجاس. طبعا الاسوفيجاس ده خلف التراكية، يعني اللي قدام دي كده التراكية هي وراها على طول. الاسوفاجس بيعدي الاكل، it is muscular tube، اي عباره عن انبوبه عضليه، عضليه يعني بتبدا تضغط على الاكل لغايه ما تعديه من الفم توديه الى المعده. يبقى هو معدي من هنا كده بيحصل له عمليه اسمها بريشر او بنقول عليها عيد تاني. ايه الفارينكس ولا الاسوفاجس؟ عيد من اول. الفارينكس اسوفاجس. الاسوفاجس حاضر. يبقى الاسوفيجاس it is muscular tube، هو عبارة عن حاد عيني. الاسوفيجاس it is muscular tube connecting between mouth and stomach، يعني بيربط ما بين الفم ده وبيربط ما بين المعدة اللي هي القناة دي كده، اسمها المريء اسوفيجاس. يبقى الاسوفيجاس فايدته ايه؟ بيعدي الاكل من البق ممر اهو، الاكل ماشي فيه لغاية ما يعدي يروح للمعدة. طبعا وهو بيعدي في حاجه اسمها باراستيليك موفمنت، حركه اسمها حركه دوديه، زي حركه الراجل كده بتاع اللي بيعمل مثلا طعميه او لما بنيجي نعمل مثلا كفته بنضغط على الكفته كده. الاسوفاجس بيعمل نفس الكلام، بيبقى في اكل جواه، الاكل ده بينضغط. طب لما يجي ينضغط الاكل اللي موجود هنا هينزل لتحت ويرجع ايه ينبسط تاني، يبقى في حركه اسمها حركه دودية أو بنقول عليها باراستيلزيس موفمنت، إن الأكل يوصل للمعدة في صورة قطع، يعني في صورة قطع صغيرة أو أجزاء صغيرة. كمان بيخلط الأكل مع الإنزيمات، ميكس ذا فود ويز إنزايم. يبقى وظيفة الأسوفيجاس لو جالنا في الامتحان وات ذا فانكشن أوف أسوفيجاس كونكت بتوين ماوس أند ستومك، أدي واحد. الحاجة التانية allow food passing from mouse to stomach، بيعدي الاكل من الماوس للاستومك. طبعا كل القناه الهضميه قناه فيها عضلات، فيها حركه، علشان الاكل طول ما هو ماشي فيها يبدا ينضغط عليه ويختلط مع الانزيمات. دي بنقول عليها muscular movement للحركه العضليه، يعني مجرد الاكل ما بيوصل على طول للفم ويوصل على طول للجهاز الهضمي تلاقي الجهاز الهضمي ساعات تسمع كده بحركات في المعدة، تسمع بحركات ساعات مثلا بعض الناس وهي بتاكل تزور نتيجة لأن الأكل بيبدأ يقف في الإسوفاجس، تقوم نشرب مية عشان يحرك أو ندخل الأكل إلى المعدة. جوية فاهمة الإسوفاجس كده؟ تمام. صعبة مش صعبة ولا حاجة، يعني انا دلوقتي عندي الاسوفاجس ده عامل زي الطريق اللي بيوديك المدرسه. انا تخيل كده الاسوفاجس ده الطريق اللي بيعدي الاكل، بكلمتين اتنين ببساطه اهو، طريق بيمشي فيه الاكل عشان يروح للمعده. طب بيروح للمعده ليه؟ عشان تتم عمليه الهضم. ما هو انت الاكل هيعدي يروح منين؟ انت دلوقتي الاكل وصل لهنا، هيعدي يروح للمعده ازاي؟ عن طريق الاسوفاجس. يبقى هتقولي كلمتين اتنين بس، it passes food to stomach، يعني it passes food to stomach، هنقولهم خمس كلمات اهم بحروف الجار. يبقى بيعدي الاكل يوديه للاستومك، او ياخده من الفارينكس يوديه للايه؟ للاستومك. طيب اللي نقرا مع بعض كده الفارينكس مره ثانيه، اتفضل محمد راموني اقرا لي الحته دي كده. الفارينكس يا محمد، ها
اللي هو السطرين دول كده. ها أنا يا مستر اللي هم رقم 2؟ رقم 2 فارينكس. It is a common cavity. Number 2 is poached in the digestive system. System and trachea. System. Trachea. In respiratory system. تمام. Respiratory system. تمام. يلا يا هنا اقراها لي تاني يا هنا. هنا اي مستر اتفضل يا هنا. الفارينكس ها. It is a common cavity leads to esophagus in the digestive system and trachea in the respiratory system. برافو برافو يا هان. تمام. مريومة اسوفيجاس. شكرا هنون. شكرا هان. ها اسوفيجاس. It is a muscular. 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 A muscular tube. Tube. Tube يا هان. يا ماري. Tube. 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 أي connecting to. Connecting to stomach. تمام. ها الفانكشن. It allow food. It allow food. Allow food to pass from pharynx to stomach. Stomach. Bravo, Mariam. شكرا. ها نسمع جويا. يلا جوجو. ها الاسوفيجاس. It is muscular. أنا مستر. تفضلي جوية. جوية. It is muscular. من أول الفارنكس. هيري من أول الفارنكس يلا. It is a common cavity leads to esophagus in the digestive and it runs in respiratory system. Okay. Esophagus, it is a muscular duct. Tube. تمام. Connecting. حاضر يا محمد. Connecting to ايه يا جوي كمل. قولي يا جوي. ها. طيب تفضل محمد وهبال. مستر وليه هقول حاجه بس كده هقرا. هو ليه ما بداوش من 1 مش 2؟ احنا بدانا 1 المره اللي فاتت. احنا 1 خدناها اللي هي الماوس لو انت فاكر. انا راجع لك الماوس. مش احنا راجعنا الماوس المره اللي فاتت؟ قلنا الماوس فيه 3 حاجات: الاسنان واللسان والسلافر جلاند، وانتقلنا الرقم 2 لان صعب ان احنا نخلص كل الاعضاء في حصه واحده. اتفضل يلا اقرا لي 2. ها common cavity. It is common cavity lead to esophagus. ايوه. In the digestive system and trach. تراكية. ها تراكية دي تتنطق كي. Trachea. In respiratory. Trachea. Respiratory system. Bravo, يا محمد. Esophagus. It is muscular. Tube. Connecting to stomach. الفانكشن. ستومك. تمام. الفانكشن. It allows food to pass from pharynx. To
to stomach. تمام؟ طيب كده احنا كلنا قرينا، احنا يبقى كده عرفنا ان الفارينكس والاسوفجاس مجرد ان هي قناه بتعدي الاكل توديه للاستومك. المرحله الثانيه من يبقى ما نيجي نعرف الاستومك بنقول ات ساك لايك ماسكولار اورجان، يعني هو عضو عضلي الشكل. العضو عضلي معناه انه بينقبض وينبسط. لما نيجي نسمع يبقى مرة تانية كده كلكم معايا وسامعيني، يبقى عندنا آدي معاك يا محمد أو سامعك. يبقى عندنا المعدة، يبقى لما نيجي نبص آدي أول حاجة آدي الفم أهو، الفم دخل منه الأكل يعدي يروح للفارينكس، بعد ما بيعدي للفارينكس بيروح مرة تانية للإسوفيجاس اهو، ده كده عضو قناة. الاسوفاجاس دي تودي لعضو اسمه الاستومك اهي بالشكل ده كده. يبقى انا عندي هنا الاستومك بتاخد مادة اسمها البروتين، بس بتاخد مادة اسمها البروتين. يبقى انت لو واكل لحوم او واكل مثلا مواد نباتية او بروتين نباتي بيتهدم جزء منه في المعدة. المعدة بتفرز مادة اسمها الجاستريك جوس، جاستريك جوس. الجاستريك جوس دي بنقول عليها باسم العصارة المعدية. يبقى هنا بتهضم الأكل هضم جزئي، يعني بتهضم جزء من الأكل. يبقى مرة تانية لما نيجي نشوف الجهاز الهضمي ها قول يا محمد. عشان ما هي في تخصص يا محمد في الهضم، يعني البق عندك يهضم النشويات، ربنا خالق ان كل حاجه تتهضم في مكان معين. نيجي هنا مثلا المعده اهي، دي المعده، دي حاجه اسمها الديودينم اللي هي الاثنى عشر، دي بقى بدايه الامعاء الدقيقه، دي حاجه اسمها الامعاء الدقيقه اللي انا برسمها دي اسمها الامعاء الغليظ اهي بالشكل ده كده. يبقى كده دي اسمها اللارج انتستين، الاكل اللي ما تهضمش هينزل من هنا. الامعاء الدقيقه دي احنا قلنا المره اللي فاتت طولها بيوصل لحوالي 7 متر عشان الاكل يفضل فيها فترات طويله عشان تتم عمليه الهضم كل الاكل. الجزء ده كده أول حاجة قلناها اهي نمبر 1 فارينكس، عشان لو جالنا مثلا شكل نكمله ده اسمه فارينكس. الجزء ده القناة اللي احنا لسه قايلينها اسوفيجاس اهي. الجزء ده كده اسمه الاستومك، دي كده سميناها باسم ديودينام. الجزء ده كده اسمه لارج انتستين او لارج انتستين، الجزء ده بنسميه باسم سمول انتستين. اخر حاجه عندنا بننتهي بيها بحاجه اسمها الانس، فتحه الشرج، وده بنسميه باسم الريكتوم. طبعا اول جزء عندنا في الفم، الجزء ده طبعا اللي احنا قلنا فيه الاسنان، وقلنا بيتم فيه عمليه الايه تقطيع الاكل وهضم. لما نيجي نتكلم على الاستومك، الاستومك بتفرز ماده اسمها الجاستريك جوس، يبقى ات سكريت جاستريك جوس. الجاستريك جوس ده ما بيهضمش غير ماده واحده اسمها البروتين ذات digest بروتين partially. يعني ايه partially؟ يعني جزء من البروتين اللي ما تهضمش يروح يتهضم هنا في السمول intestine. دي كده بنسميها باسم digesting canal. في حاجة تانية هنا بقى طالعة اسمها البنكرياس بنكريز، وطالع من هنا حاجة تانية اسمها الليفر.
يبقى هنا في حاجة اسمها الليفر بتبقى موجودة هنا كده، هنعرف بعد كده انها بتفرز مادة اسمها البايل جوس، بتفرزها في الديودينام، والبنكرياس بيطلع الافراز بتاعته في الديود. يبقى العصارة اللي موجودة هنا اسمها جاستريك جوس. طب فاكرين العصارة اللي خدناها قبل كده؟ السلافري جلاند كانت بتفرز ايه؟ السلافري جلاند كانت بتفرز السلايفا. يبقى انا عندنا دلوقتي مجموعة من العصارات نخلي بالنا منها. عصارة بتتفرز من الجهاز او من السمول انتستن، عصارة بتتفرز من الاستومك، عصارة تانية بتتفرز من المعدة. نراجعهم كده مع بعض تاني. يبقى السلافري جلاند بتفرز حاجة اسمها السلايفا، سكريت سلايفا. طب بتعمل ايه السلايفا؟ تشينج ستارش تو شوجر. طب بعد كده عندنا الاستومك اهي، ات سكريت جاستريك جوس ذات دايجست بروتين بارشلي، بتهدم البروتين جزئيا. ها الناس كده فاهمة ولا صعبة الدنيا؟ لا خلاص يا طيب يبقى كده عرفت. ايه يا مستر ممكن تعيد المعدة؟ المعدة تاني اهو، المعدة دي كيس اهي، كيس زي البالونة كده. الأكل أول ما ينزل هنا زي ما وريتها لكم في الفيديو بتاع المرة اللي فاتت، هوريها لكم تاني النهاردة، تقوم تطلع عصارة اسمها الجاستريك جوس. شوف استنى 5 دقايق بس. طب اتفضل يا محمد، متأخرش بس. يبقى هنا اتس كريت جاستريك جوس، طبعا دايجست بروتين، بتهدم البروتين جزئيا. يعني ايه بتهدم البروتين جزئيا؟ يعني لو في اي كمية من البروتين داخلة في الاكل زي الميت مثلا بتتهدم في المكان ده، زي الفول مثلا، البين، زي البي، دي كلها انواع من البروتينات. يبقى البروتين بيتهضم جزء منه فين؟ بيتهضم جزء منه في الاستوم. نعيدها تاني في الشاشة مع بعض اهو في الكتاب او في الملزمة اللي معاكم. يبقى هنا ادي الاستومك، يبقى الاستومك عندنا مرة تانية. It is suck like muscular organ. It secrete gastric juice that make incomplete partially digestion and change into semi-liquid. بيحول الأكل لمادة شبه سائلة بعد عدة ساعات، عشان كده الأكل بيفضل في المعدة من 3 لـ 4 ساعات عشان تتم عملية الهضم أو في الجهاز الهضم. يبقى المعدة بتعمل إيه مرة تانية يا جويا؟ It secrete gastric juice that change protein into semi-liquid أو change protein into amino acid. هنعرف بعد كده اسمها amino acid إن شاء الله في منهج ثانوي لما نوصل مع بعض للجزء اللي جاي. كلمة muscular tube معناها أنبوبة عضلية، partially digestion هضم جزئي، semi-liquid معناها شبه سائل، gastric juice معناها العصارة المعدية، وsuck معناها كيس. نقرا كده مع بعض. يلا المعدة، اتفضلي يا جوي اقري لي الاستومك تاني رقم 4. الناس بتروح فين؟ اتفضلي يا جوجو. اقول يا هان زيك لايك ميوزيك ايتس فان كيتس. ايوه سكريش غاستريك
There's a tough juice that makes incomplete a pear jelly. ايوه digestion. Digestion of proteins as it changes protein into a simple liquid substance after few hours to be digested easily. Easily, bravo, bravo يا جوي. تمام، اتفضلي يا ماري. ها الاستومك تاني يا مريومة. ها it is suck. It is suck like. Suck like. احنا بنقرا منين يا مستر؟ من على الشاشة اهو، قاري من على الشاشة على طول. قاري من الشاشة. اه من الشاشة يا مريم. It is suck like muscular organ. It is. هي الشاشة ظاهرة قدامك يا ماريا؟ تمام. ها it secrete gastric juice. ها digestive juice that makes incomplete partially digestion. Digestion of proteins as it changes a protein into a same liquid substance after few hours to be digested. تمام، شكرا يا ماريا. هانا تفضلي يا هانا. ماشي. It is a sack like muscular muscular organ organ. Its function, it secretes gastric digestive juice that makes incomplete digesting. ايوه تمام يا هان، برافو. Incomplete digestion of proteins as it changes protein into a same liquid substance after few hours to be digested easily. برافو يا هان، شكرا. محمد رامون تفضل. يا محمد، كلمة gastric معناها انزيمات، يعني gastric juice معناها digesting enzyme برضه. أنا قلنا مادة عاملة زي الليمون كده بتتفرز على الأكل تحوله لمادة بسيطة. ماشي يا محمد، يلا اقرا الاستومك تاني. color orange. It is It creates digestive juice that makes a foam felt the as it changes run into a same liquid substance after to be digested easily. تمام. طيب محمد وهب الله جه. طيب كده احنا عرفنا الهضم في المعدة، ان المعدة بتفرز مادة اسمها الجاستريك جوس. والجاستريك جوس، اه وصلت يا محمد؟
طيب ممكن تقرا لي الاستومك يلا؟ ها It is a thick like mossy color or just تمام ها It's secret It's secret just drink this day this week juice that make it in complete partially this of protein as it change protein into a semi substance and to be ازلي تمام يا برافو يبقى لو جانا في الامتحان ايه وظيفة المعدة يبقى ات سكريت جاستريك جوز دايجست بروتين بارشلي يبقى كلمتين اتنين بتفرز مادة اسمها الجاستريك اللي بتحوله الى مادة جاستريك العصارة المعدية يا محمد العصارة المعدية عصارة مادة بتتفرز من المعدة من جدار المعدة المادة اللي بتطلع عملية الهضم بتتم داخل قناة تسمى الاليمنتري كانال الاليمنتري كانال اللي هي القناة الهضمية ودي عبارة عن أنبوبة هتبدأ من الفم اهي وتنتهي بالأنس ودي قلناها المرة اللي فاتت ايه هي الاليمنتري كانال it is canal that start from mouth and ending with anus هنا بدايتنا اهو ادي الماوس وادي نهايتنا اهو اللي هي الانس اللي هيخرج منها الفضلات او الاكل اللي ما امتصش او الاكل اللي ما استفدتش منه نبص بقى على الاجزاء بتاعه القناه الهضميه البيوكال كافيتي معناها الماوس اللي احنا خدناه اسمه التجويف الفمي الفود بايب دي بقى اللي هي بنسميها باسم الاسوفيجس اتفضل يا محمد ساعتين يا محمد ما احنا قعدنا ساعتين هخلص ولو انت تعبت وعايز مثلا تخرج في الجزء التاني مفيش مشكله هخلص بس ايه الجزء ده هنا ده الوانج بايب اللي هي بنقول عليها الفارينكس اهي الاستومك اهي اللي هي الحته دي كده دي السمول انتستن هنا اهوت ده كده لارج انتستاين اهي الاكل اللي ما اتهضمش بيتحط هنا او ممكن يطلع بره الجسم هنا دي فتحة الشرج دي الليفر والبنكرياس الاتنين دول بيساعدوا في عملية الهضم يبقى الليفر والبنكرياس help in digestion process ده بيفرز مادة اسمها السلايفا أو بيفرز مادة اسمها أسف البايل وده بيفرز مادة اسمها البنكريتك جوس أهو أول حاجة بقى الفم بيعمل مضغ للأكل شو ذا فود يعني بيمضغ الأكل جيدا ويخلطه مع السلايفا مع اللعاب السلايفا ناكل حاجة وراها حاجة نحس إن إحنا عايزين ناكل أكل ما إحنا لما نيجي ناكل سكريات كتير تحس إنك عايز مية لأ يعني لما ناكل أحيانا مثلا النهاردة أكلت حاجة كده جبنة مثلا ورحت قلت رحمت أوي لأ مس أصلي النهاردة شربت شاب لبن مسكر أوي ورحت أكلت جبنة وراها حسستني كده بطعم عايز كده حاجة يعني ورحت أكلت حاجة ربنا خلق لنا انواع كتير من الاكل عشان ما نملش الحاجه الثانيه ان السكريات الكتيره في بعض الناس ما بتحبش السكريات الكتيره او الاملاح الكتير ففي حاجه ان احنا لازم يبقى في اعتدال في الاكل يعني ايه اعتدال يا محمد يعني ما تاكلش سكريات كتير قوي ما تاكلش املاح كتير قوي
ما تاكلش بروتين كتير قوي، فلازم يكون عندك حاجه اسمها بالانس الدايت، وجبه متوازنه. السواكل، وجبه. واكل الاكل اللي انا نفسي اللي هي البطاطس مثلا، ما انت لما واكلت حاجه كده عشربت ميه وجبنه وقلت نفسي كده في البطاطس. ليه بقى؟ ما هو لازم، ما هو جسمك عادي، انت ممكن تاكل اي اكل، ما فيش مشكله. انا اكلت بطاطس، انا بقول ايه الطعم ممكن كده، اكل مش طعم بعدها كده حلو جبنه. ما هي الاكلات الاكل. الاكلات اللي هي مش مظبوطه بتخلي جسمك نفسك مش جايبها للنوع ده. يعني انا لو جيت كلت السكر كتير، جسمي عايز بقى انزيمات كتير عشان تهضم السكريات دي، فبتضطر ان انت عايز تاكل حاجه مالحه تعادل الماده دي. يعني ايه تعادلها؟ يعني تبقى دي قد دي، لان زياده الاحماض في معدتك لو انت اكلت بروتين كتير ممكن يزود الاحماض دي، تتعبك برضه، تعمل لك حاجه اسمها حموضه، تقوم تشرب ميه. فالميه دايما وسط متعادل، كل المواد بتدوب فيه او كل المواد بتبدا تتعادل فيه. شوف بقى السلايفا هنا، دي الفارينكس اهي، ودي الاسوفيجاس، هو نازل هنا من الاسوفيجاس اهوت. ده بس ستومك انا اهي. هديلك ده كده، شوفوا ده كده ده ايوه البق، ده ده ايه البق هو. بقى. لا انا هديلك نزل شغل شوية لما يبلع بقى ده اهو. بقك ايوه بقى، ده، ده بقك لا بقى. اللي تحتيه ده ازاي المدبس. ما ده المدبس، دي ايوه السلافري جلاند. سلافري جلاند ايه هو بقى، دي اللي هي الغدة اللعابية اللي تحط ايه، يعني لو حطيت صباعك كده جوه بقك تحت اللسان على طول، في الغدد اللعابية اللي هي دي الغدد اللعابية اللي أول ما تيجي تاكل نشا تفرز بقى المواد دي عشان تفتت الايه، البطاطس أو المواد النشوية، المواد السكرية. قلنا في زوج تحت اللسان، في زوج قدام الأذن، وفي زوج تحت الفك بتاعك، يبقى عندي 3 أزواج ب6 غدد، 6 جلاند كده. هنا بقى ادي الاسوفيجاس اهو، جويا كانت بتسأل، بيعدي الاكل اهو، it passing food from mouth to stomach، هيعدي الاكل يوديه للاستومك. دي الاستومك هنا اهي، الاستومك طبعا ادي العصاره اللي انت كنت بتسال عليها يا محمد، دي اسمها العصاره المعديه. العصاره المعديه دي قلنا بتتفرز من جدار المعده عشان تهضم المواد البروتينيه، والمواد البروتينيه دي معناها ايه؟ معناها اللحمه، معناها الفول، معناها البسله، معناها الفاصوليا، كل دي مواد بروتينيه. اهي الاكل وصل. طبعا هو بس متخيل ان هو عامل رحله ونازل جوه المعده بيشوف اللي بيحصل، يعني ده بس تخيل هو بس. ازاي بقى، مش هو بقى مش بيتفكك زي الاكل؟ ده بيتفتت اهو قدامك اهي، شايف لا اهي. الولد ده لا هو الواد ده نازل بس، يعني ده نوع من التخيل، عايز يعرف ايه اللي بيحصل. هو نظام فيلم انيميشن عنده يعني، حقيقي لو هيحول لحتت لو غريبة. حقيقي كان زمانه اتهضم ومات طبعا. هو كل حاجة حقيقية في الجسم عدا هو الطفل ده عايز يعرف ايه اللي بيتم. فهو ايه يعني عمل، قال لي انا كان هعمل رحلة اشوف ايه اللي بيتم جوه الجهاز الهضمي، حتى ماسك انبوبة كده، معناه ان هنا ايه الانبوبة دي، معناه ان بتنفس. هنا ان في عصارة، يعني في هنا سائل وانا بتنفس. طبعا في مادة اسمها هيدروكلوريك اسيد، دي عشان تنشط الانزيمات اللي موجود. ده مستر، هو الأكل أحيانا في حتت صغيرة بتكون بايظة، وكل ما تتفكك بقى الحتة البايظة بتكون لوحدها زي الحتة دي. لا أنا مش ده بق بايظة، دي مش بايظة، هي الاكل اللي انت بتاكله بيتقطع جوه الفم وينزل في حتت أنت صغيرة، وليه عليه حاجات سودة كده؟ دي مش سود، دي كده اجزاء اللي هي العصارة اللي هي ال HCL، اسمه HCL. دي هو عايز يميز لك ده عن ده، يقول لك ان دي العصاره وده الاكل اهو، ده حتت الاكل.
وكمان الحتت السودا دي لو انت واخد اكل فيه بكتيريا، البكتيريا دي تموت مع الاكل، مع العصارة دي. يعني حتى العلماء بيقول لك لو انا مثلا جاي واكل اكل وفيروس كورونا مثلا نزل في المعدة او نزل في الجهاز الهضمي يموت بفعل العصارات اللي موجودة هنا، مين اللي يموت؟ الفيروس او البكتيريا. يعني لو في ميكروبات داخلة مع الاكل، الانزيمات دي تموت البكتيريا وتموت الميكروبات. دلوقتي قتلت الميكروبات. ما يجيش لكش اي مرض لو انت ايه نزلت طب هو المعدة. الميكروبات ده لو موجودة ايه اللي هيحصل؟ كنا لو هجمة الجسم هنموت. في بقى فيروس كورونا بنسمع عنه انه بيموت الانسان نتيجة ان هو بيهاجم الجهاز التنفسي فبيوقف النفس. الاكل بعد سيبو. كده بقى يروح للديودنم هنا اهو، ادي الديودنم اهو. يعني وظيفة المية اللي هي تذوبها كده. يبدأ بقى يندفع يروح لايه، للجزء اللي بعد كده اللي هو الديودينام. بصوا بقى هنا الليفر اهو والبنكرياس اهو، الاثنين دول هيصبوا العصارة بتاعتهم في الديودينام في الجزء ده كده. ادي البايل جوس اهي، لو اكل نازل فيه دهون تفتتها. طب نفرض ان مفيش في الاكل دهون، خلاص مش هيعمل حاجة في الاكل. يعني بيفتشوا. بيفتتها مش اهو. بص بقى كده ادي العصاره نزلت اهي، يعني دي الفايل. بيفتشوا فيه ميكروبات ولا لا؟ لا هو كده خلاص موضوع الميكروبات خالص، انا بنتكلم عن نوع الاكل بقى. دي الدهون هتتهضم في المكان ده، المية بقى دي مش ما دي فاهم دي. عصاره، العصاره كلها دي اسمها ميه، دي عصارات دي المية اللي كلها. بتشتري بقى بتشيل الحاجات. بتفتت الاكل او الاكل شو طول ما هو تفتت؟ ماسك. لا ما هو في جزء اتفتت هنا في البق، وفي جزء اتفتت في المعده، وفي جزء اتفتت في السمول انتستين. هنا يتهدم النشا بس، هنا يتهدم البروتين بس، هنا الاكل اللي ما لحقش اتهضم يتهضم كله هنا بقى. جدار الأمعاء الدقيقة كمان سكريت سمول انتستاين أو سكريت انتستاين جوز. يبقى أنا عندي عصارة بتتفرز من الفم في السلابري جلاند، عصارة في المعدة، عصارة في الليفر والبنكرياس، عصارة من السمول انتستاين أو الانتستينال جوز. دي بقى بعد الأكل ما اتهضم يمتص بقى من السمول انتستاين عشان يروح للجسم. مستر هو في 5 النهاردة؟ ايه؟ في 5 النهاردة؟ لا مش النهارده يا محمد، لسه ما بداوش، امتى؟ هنبدا الاسبوع لسه الجاي ان شاء الله زي النهارده. مستر معناه ايه 5 النهاردة؟ يا مستر هو في اخر الحصة هنحل الشيت من الترم الأول؟ اي نبص بقى هنا كده، ادي الاكل اللي اتهضم راح للسمول انتستن. ده بقى الاكل الفضلات اللي هو عاملها لي باللون الاسود ده، هتروح بره الجسم. شفت بقى هنا هتطلع في التواليت. الاملاح الزياده، الميه الزياده، الاكل اللي ما اتهضمش، دي بنسميها الاندايجستنج ويستس اللي احنا هناخدها بقى في اللارج انتستاين. اللارج انتستاين بقى ات ستور اندايجستنج فود انتل ات اكسبال فروم ذا بودي لغايه ما تطلع بره الجسم. خلاص طلع بره الجسم كده والاكل تم عمليه الهضم بتاعته. يبقى كده الملخص ان كل جزء في جسمنا في الجهاز الهضمي بتاعك بيقوم بعملية معينة
السنان تقطع الأكل، اللي بعد كده السلابري جلاند تفرز السلايفا، يحاول الاسترش الشوجر، يجي بعد كده الفارينكس والاسوفجاس يعدي الأكل يروح للاستومك دايجست بروتين، بعد كده يجي الليفر سكريت بايل جوس ذات تشينج فات انتو فات ايميليوشنز، وبعد كده الاليوم بيهضم الاكل تماما ويمتص الاكل. اخر جزء بقى عندنا اللي هو عمليه الامتصاص، زي ما انتم شفتوا من شويه ان السمول انتستاين بيتم فيها عمليه تانية اسمها عمليه الابزوربشن، اللي هو انتقال الاكل من الامعاء الدقيقه عشان يروح لاجزاء الجسم عن طريق حاجه اسمها الفايل او الخملات. يبقى الاكل اللي اتهضم هنا يروح للدم، والاكل اللي ما اتهضمش يروح لللارج انتستاين انتل اكسبل فروم ذا بادي عشان تطرده بره الجسم. وهو طالع بيبقى فيه ميه، في عضو هنا اسمه الريكتا اللي هو المستقيم، المستقيم ده بيمتص منه الميه عشان تطلع الفضلات في صوره صلبه. يبقى وظيفه اللارج انتستاين ات ستور اند دايجستنج فود انتل ايجكت فروم ذا بادي. هاخد اخر حاجه واعيدها لكم تاني، انا عارف ان الجهاز الهضمي ده مليان شويه، هنعيده تاني ما تقلقوش. ازاي نحافظ بقى على جهازنا الهضمي؟ شوف فود ويل، لازم نمضغ الاكل جيدا، محدش يبلع الاكل. بعض الناس بتنها جاي حاطه الاكل في بقها وبلعاه ما بيلحقش يتهضم. Don't eat much food that contain large amount of fat and fast meat. الناس اللي متعوده تاكل كنتاكي وماكدونالدز والوجبات السريعه دي وجبات ضاره مش مفيده. يعني ما نحاولش ان احنا ناكل اكلات فيها دهون كتير. يبقى يا مستر يا بالطعم وناكل بالطعم الجميل يعني. مش مفيده بس ناكل. ما نكترش منها كتير، ما تبقاش هي وجباتنا الاساسيه. ما احنا قايلين الكتاب يا جماعه، الكتاب معانا اهو. صفحه 19. 19 والملزمه معاكم صفحه 6 اهي. انا ناكلهم نادرة يا مستر الصراحه. حاضر. الصوره كده جت تمام. طيب يبقى هنا دونت ايت، ما ناكلش وجبات فيها دهون كتير. الناس اللي بتقول انا بحب دي صفحة 21 عندي. 21 في 19 في المعاصر وصفحة 7 في الملزمة. لا انا جبت الكتاب الجديد وعندي 21. ماشي مفيش مشكلة. تمام. هي بس اختلاف لان ده تصوير طبعة قديمة يعني. يبقى هنا شوز ا فود ويل، نمضغ الاكل جيدا. دونت ايت ماتش فود كونتين لارج اماونت اوف فات. ما ناكلش اكلات فيها كميه كبيره جدا من الدهون. نتجنب الاكل اللي فيه مكسبات طعم فود فلوفر. الناس اللي بتحب تاكل الشيبسيات الكتير والكاراتيه والحاجات دي برده مش مفيده، بتعمل نزلات معويه وبتعمل اضرار. دونت باي فود فروم ستريت سيلر. مستر صفحه كام؟ صفحه 21 معاك في الكتاب الجديد. ماشي. Don't buy food from street seller، ما ناكلش اكلات من الباعة الجائلين اللي في الشارع لانها بتصيب بالامراض infection disease. ونمارس الانشطة الرياضية practicing sport partially regularly، نلعب رياضة لان الرياضة مهمة جدا لجسمنا. كده احنا خلصنا الجهاز الهضمي، ولو عايزين نعيده تاني المرة الجاية نعيده مرة تانية، بس نقرا الدرس كويس ونذاكره، والحاجات اللي احنا مش هنفهمها هعيدها مرة تانية. طبعا في اكلات بقى فيها فيتامين، وفي اكلات فيها بروتين، وفي اكلات فيها كربوهيدرات. الكربوهيدرات متمثلة في المكرونة، متمثلة في الرايز، متمثلة في البوتيتوز. البروتين طبعا في الميت وفي الملك وفي الاج، وده هيلب ان جروس اند هيلينج وون. والفيتامين وده موجود في الفاكهه والخضار، وده بروتكت ذا بادي فروم ديزيز، بيحميني من الامراض. ليكوا اي سؤال؟ نحل ترم اول بقى ولا تحلوا الدرس ده؟
يلا مستر نحل ترم أول. ترم أول يعني. ثواني أجيب كتاب الامتحانات. طبعا فين عندنا الامتحان الكام؟ الـ25 على ما أعتقد. لحظة ماشي، شوفوا انتوا واقفين بس لفين في الحال. 24 يا مس. ماشي يلا نطلع امتحان 24 صفحة كام؟ مستر ممكن أحل أول سؤال؟ 108 يا مستر. نعم؟ صفحة 108. 108 حاضر. 108 اتفضلي يا هنا يلا أول سؤال. The biggest planet Jupiter. برافو تمام. إن شاء الله يا محمد. إذا بتطلع حاجات سهلة يلا عشان ما تنساش بس الترم الأولاني يا محمد. بس هقرا. أول سؤال عندنا قلنا biggest planet جوبيتر. رقم واحد قلنا جوبيتر، يبقى واحد عندنا جوبيتر اللي هي الاختيار رقم سي. يلا يا جويا. تانية جولري. جولد جولري تمام. اتنين هيبقى سي. برافو. كتاب تمام. هصوره على الجروب يا محمد. حاضر مستر. انا حاضر 24. ينفع اقول انا سؤال رقم 3؟ حاضر يا محمد قول نمبر 3 وثواني نصور لمحمد الامتحان. Of the planet is the solar system 8. 8 تمام. 3 هتبقى سي. مستر ممكن تجي هصوره اهو يا مريم. حاضر الحمد لله.